طبعا. توقعاتك ايه؟ انا شايفك عايز اسالك من الاول، يعني احنا ما اتكلمناش يمكن قبل الحلقه، ولكن صحيح. عايز اسالك، قلت ان انا اخلي الحاجات دي كلها ان احنا نتكلم فيها على الهوا، لانه ان انا نتعلم من نجم كبير زي كابتن هاني الحقيقه ونسمع منه رايه. شايف ايه؟ شفت بعد مباراه؟ لان انا شايف الحقيقه ان بعض الاهلاويه، مش الاهلاويه برضو، ناس كتيره بتتكلم في هذا الامر، خصوصا بعد مباراه النادي الاهلي او نادي اتحاد جده، انا اسف، ونادي اوكلاند سيتي. الناس شايفه انه اتحاد جده فريق قوي. ما فيش شك اتحاد جده فريق قوي، ولكن كمان انت النادي الاهلي الحقيقه اسلام. أيوة. النادي الاهلي، وده مش بقوله كده يعني مجامله، النادي الاهلي نادي كبير ونادي عنده سمعه كبيره جدا جدا. كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي قال انا فاكر طبعا النادي الاهلي في نسخه ماضيه من كاس العالم للانديه وكسبناه بصعوبه، باحترام كبير جدا للنادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. في حتى جماهير النادي الاتحاد الان بيقول لك ده النادي الاهلي، النادي الكبير، النادي العظيم، وده اللي ان شاء الله باذن الله اللي ناخده معانا الملعب، شخصيه والثقه تكون موجوده. الحقيقه لو النادي الاهلي بكامل قوته، بكامل صحته، بكامل تركيزه، الحقيقه انا مش هخاف على النادي الاهلي رغم وجود اسماء كبيره في نادي الاتحاد، لكن النادي الاهلي بالخبرات وبالتاريخ، يعني عندنا تاريخ كبير جدا في، مش هقول في وقت الازمات، لا هقول في الوقت الصعب شويه، بتلاقي معدن النادي الاهلي. النسخه اللي فاتت كنا رايحين نسخة كان 7 لعيبة موجودة في منتخب مصر فاكر انت؟ متغيبين وبتلعب قدام الهلال بكامل نجومه وبتحقق نتيجة جيدة جدا. فعايز أقول النادي الأهلي قادر، احنا قادرين بإذن الله. في حاجات كتير هنتكلم عليها من خلال البرنامج، إزاي إن شاء الله نوصل للمباراة النهائية، لكن أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا في فرقتنا، يعني الحمد لله. الحقيقة وأنا كمان عندي هذه الثقة، ويمكن كتير من الجمهور يقول لي كابتن الماتش شايفينه صعب وكل حاجة، ولكن أنا شايف الماتش 50-50 بالمناسبة برضه، عشان ما حدش يقول لك الماتش صعب طبعا مش سهل. ما حدش يفتكر إن إحنا بنتكلم كلام كابتن هاني إن إحنا هننزل نكسب، لا 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 طبيعي، إحنا عايزين نكسب. مباراة صعبة، لكن أنت لازم تنزل عندك ثقة الفوز وعندك شخصية البطل. زي ما عملت مع الهلال بالظبط. انت بتلعب اسماء كبيره جدا، ولكن في النهايه في احترام كبير للنادي الاهلي.